إلى جانب الحرب العسكرية التي تقودها جماعة الحوثي، هناك حرب سرية تنتهجها أيضا تتمثل بمحاربة الأعمال الخيرية. هنا في محافظة الحديدة، أشد محافظات الجمهورية فقرا، ذهبت الجماعة الإنقلابية إلى إيقاف الأعمال الإنسانية كغيرها من المحافظات التي بسطت سلطتها فيها متسببة بما يشبه القتل البطيء. وكالعادة من كل عام، يتجمع هؤلاء الفقراء والمحتاجون من السكان أمام واحدة من نقاط توزيع لحوم الأضاحي التي تقدمها إحدى مؤسسات العمل الإنساني والخيري في المدينة، غير أنهم عادوا من رحلتهم الموجعة دون أن يحصلوا على شيء هذا الموسم نتيجة لتضييق الخناق وتصفية الأنشطة الخيرية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. تزامنت هذه الحالة المصحوبة بخيبة أملهم مع ارتفاع أسعار المواشي، وصار تقديم الأضحية أمرا باهظ الكلفة للمواطنين في ظل تدهور وضعهم الاقتصادي واتساع دائرة الفقر. يبدي كثيرون هنا أسفهم على عدم قدرتهم على شراء الأضاحي، ويأملون في تحسن قادم للأوضاع، لعل هذا الأمل يصبح سهل المنال في مواسم أعياد قادمة.